اهلا بيكم في حلقه جديده، والنهارده نتكلم عن الخمس مراحل اللي بيمر بيهم المهاجر الى كندا مع الاعلامي المتميز استاذ محمد الحضري. تابع الحلقه بعد المقدمه. اها اديني غلبتك تاني. ارجوك يا بشوشي ما اعصبش عشان خاطر شنبك يا راجل، عشان خاطري يا كبير، عشان خاطري يا مكتف النمل. طب اقعد اقعد اقعد، هرجع منك ولا من الجيم ولا من خالتك شاكيري؟ اقعد. وخال شاكيري بس مالها في الحكاية دي؟ ايوه يا طلقي، ما الشورة شورتها يا ابني، والفكرة فكرتي. على اخر الزمن عاوزة توديني اني ابو شوشي اروح كندا في قطاع المستهترين؟ طبعا طبعا يا عم ابو شوشي، ما انت كبير كفر مية نملة كلاته، ما ينفعش تروح الا مستثمر كبير، ما ينفعش تروح مهاجر صغير. خايف يا ولي. وخايف من ايه بس؟ ده انت سوبر مان الكفر كلاته، ده انت فخر لكل المنملين. خايف من الغربة والحنين الى الوطن، خايف عليك يا طلقي، خايف من الفشل يا اخوي. بص بقى يا عم ابو شوشي، انت مش هينفع معاك غير حلقة الأستاذ محمد الحضري فولكم تو كندا، يعني اهو هيتكلم عن المراحل الخمسة اللي يمر بيهم اي مهاجر جديد زي الكندي. ثبت لي بقى على رقم 3 وكمان ثبت على رقم 5. واه واه واه، وانت كيف عرفت ان في حلقة جديدة من ولكم تو كندا يور نيو هوم؟ اياكش اياكش يا واد يا طلقي. الله يخليك شنبك ابو شوشي ما تعصبش، الله يخليك. اوعى تقول لمامي، ارجوك يا مكتف النمل، انا اضطريت اعمل شير ولايك وسبسكرايب علشان اتابع القناة. اصلني 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 يا ابو شوشي قدمت على كندي. محمد الحضري، احنا فرحانين جدا ان حضرتك معانا النهارده في ويلكم تو كندا يور نيو هوم. حضرتك اعلامي متميز وشخصيه جميله، ودايما على صفحتك بتدعو للمحبه وقبول الاخر، ويعني احنا فرحانين جدا ان احنا نتعرف على حضرتك النهارده. ذوقك الحقيقه وشرف ليا. النهارده من خلال خبره حضرتك الكبيره في كندا ومساعده المهاجرين ودور حضرتك كاعلامي نشط في المجتمع العربي، عاوزين نعرف ايه التشالنجز والحاجات اللي ممكن يعني ناخد بالنا منها واحنا جايين جديد لكندا. هو انا حابب اتكلم على مراحل يمكن انا قريت عنها في الاول اول ما جيت هنا كندا، ولكن مع مرور الوقت عشتها فعلا، يعني كانت تجربه حقيقيه ليا ولاسرتي. يعني هم خمس مراحل للهجرة لكندا. يعني أول مرحلة بيسموها مرحلة شهر العسل، honeymoon phase. هي مرحلة جميلة جدا ولكن قصيرة. هي إنه في الأول إن الواحد بيجي كسائح بيبقى مستمتع جدا بالطبيعة الجميلة جدا، مستمتع جدا بمدى تحضر دولة من أكثر دول العالم تحضرا، الحرية، النظافة الجميلة، النظام، كل الكلام ده. وأي مشاكل بتتوه في وسط الانبهار ده، في وسط حالة الانبهار والاستمتاع. الحالة الأولانية استخراج الأوراق الأساسية، كروت الصحة، رخصة القيادة، الحاجات دي، والإنسان بيبقى فخور بنفسه أو سعيد بأن هو قفز على حاجز من حواجز. دي المرحلة الأولى ما فيهاش أي مشاكل، هي فيها متعة ولكن ما بتبقاش الصورة الحقيقية. المرحلة الثانية مرحلة الرفض، rejection phase. مش لاقي الأكل الحلو بتاعنا، مفيش. طب أنا كنت بتابع برامج معينة، مسلسلات، خسارة، مفيش. طب ماتشات الكورة اللي كنت متابعها، أنا أهلاوي بقى متعصب ولا زملكاوي، كنت بقى مفيش برضو. الفكرة الثانية إن أنا في بلدي أكون مستقر تماما، حواليا أهلي، حواليا أصدقاء عمري، عارف كل حاجة بتتجاب منين، بتتعمل فين، مجرد برفع سماعة التليفون وهي مكالمة واحدة كل حاجة بتخلص. وحققت كمان نجاح محترم في المجال بتاعي وليا المكان بتاعي والمكانة بتاعتي. لما باجي كل ده بيبدأ من الصفر تماما، كل ده بيسبب حالة من الرفض. أبدأ بالمقارنة دلوقتي بين وطني الأم والبلد الجديد اللي أنا جاية.
هنا بقى بالظبط بيبدأ المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الـ regression phase، اللي هي يعني نقدر نسميها مرحلة الندم أو التقهقر، يعني بدل ما بطلع لقدام برجع لورا. يا ترى ده كان القرار الصح الناجي هنا؟ معقولة أنا أسيب كل أصحابي وكل معارفي والمنصب الكبير اللي كنت واصل له والشهرة اللي كنت واصل لها وي وي وي، أسيب كل ده ورايا واجي هنا عشان أبدأ من الصفر؟ بعد كل الدراسة اللي درستها دي أرجع أدخل الجامعة هنا تاني وأدرس تاني وتعياد تقييمي تاني؟ يعني في مثل إنجليزي بيقول The grass is always greener on the other side of the fence. يتهيأ لي إن كل ما في بلد المنشأ بتاعي كانت كلها ميزات. لو هي كلها ميزات طب سبتها ليه؟ يعني أكيد كان في حاجة ناقصة، بس الحاجة أو الحاجات الحقيقة اللي كانت ناقصة بيتمسوا بكل بيت. وكل اللي بفتكره الصحبة الجميلة، الصحبة الحلوة، الأكل الجميل، أهلي، أصحابي، خروجاتي، كل الكلام الجميل ده بفتكره بس. هل ده لأني ببقى مركز على صعوبة البداية؟ بالظبط، ركز على السلبيات. الديفنس ميكانيزم أو وسيلة دفاع نفسية اللي هو بيطلق عليها psychological projection، أو يعني إن أنا بألقي بكل الإسقاط السيكولوجي، إن أنا بألقي بكل مشاكلي على الآخر. ده نظام هنا عنصريين جدا، ده هنا نظام متعند جدا، دول بيكرهوا المهاجرين، بيكرهوا الناس العرب، وهكذا. أبتدي بقى إن أنا إيه ألقي باللوم على الآخر. المرحلة الثالثة دي هي أخطر مرحلة، لأنه في أحيان كتيرة جدا بتكون المرحلة الثالثة والأخيرة لناس كتير، لأنه لو ما عرفش يتخطى المرحلة دي يا إما هيرجع فعليا لبلده، بلد المنشأ بجسمه، يا إما هيفضل غريب هنا إلى الأبد. يعني ممكن في واحد بيقول لك طيب خلاص عشان ولادي أمري لله، أنا قاعد بس أنا مش مرتاح ومش مبسوط، هفضل على طول تعبان. الدخول لكندا قد يكون صعب، بيحتاج إجراءات كتير جدا، وعملنا أوراق وإجراءات طويلة وعريضة وعشان نيجي كندا. نعم. لكن كندا، الخروج من كندا من أسهل ما يمكن. الواحد لما بيروح المطار عشان يسافر محدش بيشوف جواز السفر، محدش بيختم مع السلامة مع السلامة. قال أنا كنت بقوله لنفسي طب لما هنا وحش قوي كده وهناك حلو قوي كده، طب إيه اللي معادك هنا؟ اتفضل سافر. ساعتها برجع فوق. كان عجبني جدا التكنيك اللي حضرتك ذكرته دلوقتي، اللي هو يعني اقنع نفسي، احاول ان انا يعني اتذكر الاشياء اللي انا خرجت وسبت بسببها وطني الاصلي، وابدا ادور بقى على الايجابيات، يعني ابدا اشوف الحاجات الحلوه اللي جيت من اجلها للبلد الجديد. وطن المهجر هو زي الزوجه، الوطن اللي أنا جاي منه زي الأم، أمي مش مستعدة أستبدلها بأي حد أبداً في العالم. عناية أنا هي أفضل مساء العالم بعناية، ولا يمكن لو يعني لو ملكة هيبدوها بأمي، لا أفضل أمي أكيد. ونفس الشيء صحيح بالنسبة لكل الناس مش أنا بس، لكن شريك الحياة أنا اللي بختاره وهو اللي بيختارني برضه. يعني أنا اخترت أجي كندا وكندا اختارت إن أنا، احنا الاثنين محتاجين بعض، بنكمل بعض عشان كندا تبقى حياتها افضل لما ناجي، وانا حياتي تبقى افضل لما ناجي، كانها شريكه حياتي. جميل جدا التشبيه ده، يعني انا برضو من اول مره اسمعه، بس يعمل فرق كبير جدا مع يعني اي حد جاي جديد فعلا. ومرحله بنتعود على طباع بعض، انا بتعود على طباع البلد وبتعرض، ففي تعود. لو انا قدرت ان انا اتخطى المرحله الثالثه دي، بدخل بقى أخيرا لمرحلة اللي نسميها at ease at last phase، أو مرحلة الارتياح أخيرا. في إن أنا بستمتع بالأكل الكندي، بستمتع بالرياضات الكندية، ببتدي أتابع الآيس هوكي، بستمتع مثلا برياضة زي لاكروس مثلا، حاجات كندية الصرفة، ببتدي أشوف مثلا وينتر أولمبيك جيمز، الألعاب الأولمبية الشتوية، ببتدي استمتع بالموسيقى الكنديه، بالفور الكندي، بالخلفيات الكنديه، بكل الحاجات دي.
ما بنساش الوطن الأم، ولكن ببتدي أستمتع جداً بالوطن الجديد. كندا دولة ملكية دستورية، هي ملكية ولكن طبقاً للدستور، الدستور هو اللي بيحكم. حرية جميلة جداً للاستمتاع بحق التصويت والمشاركة السياسية الفعالة في البلد، حرية التعبير، حرية الإيمان، حرية الاعتقاد، يعني دي كلها حاجات في منتهى الرقي والروعة في كندا، بتضعها دايماً في مصاف يعني أعظم ثلاث دول على مستوى العالم. يعني في مرحلة خامسة، ودي حتى يمكن الناس ما بيصدقوهاش بس دي بتحصل فعلا، هي اللي بنسميها counter culture shock، اللي هي الصدمة الحضارية العكسية. لما بنزل أجازة البلد الأصلية أسبوع اثنين والثالث، كندا وحشتني، هفضل سعيد جدا إن أكون سفير لبلدي الأم بس في كندا. هفضل سعيد جدا إن أنا أتواصل مع الناس اللي بنفس الخلفية بتاعتي، إن أي مهرجان مثلا خاص بالحضارة المصرية أحب أشارك فيه، أشارك مع أولاد الجالية بتاعتي في أي حاجة تنشر اسم مصر، وأكون فخور بمصر وفخور بالإنجازات اللي بتحصل. يعني نفتخر فعلا بكل الانجازات اللي حصلت في مصر. ويعني اول ما رجعنا هنا كان كل بقى يعني اشتياقنا وحنيننا ان احنا نرجع تاني نندمج في المجتمع العربي علشان نكون سفراء لوطننا في المجتمع الكندي. الحقيقه في مثال تاني انا ببقى دايما برضه بفكر فيه، الفرق بين لما اروح اقعد في اوتيل واروح اقعد في بيت. انا الاوتيل بالنسبه لي هو مكان بنام فيه، احيانا باكل فيه، يعني يمكن كمان اكل بره وخلاص انتهينا على كده. لا بيهمني بقى الاوتيل ده تاريخ انشائه كان سنه كام، ولا جيراني مين في الاوض اللي جنبي، ما بيهمنيش هل الاوتيل ده عنده مشاكل اقتصاديه ولا ما عندوش مشاكل اقتصاديه، مين يعني المديرين بتوعه اخبارهم ايه، ما يهمنيش. ليه؟ كنزيل عابر يعني. بالظبط. فباجي اقعد في بيت، لا طبعا انا بعرف البيت ده انشئ امتى بالظبط، أعرف الموقع ده بالظبط عبارة عن إيه وإيه اللي حواليا بالتفصيل الممل اللي حواليا. هوم لازم تكون كندا، بيتي لازم يكون كندا، لأن لو ما تعاملتش معاه كبيتي هيفضل دايماً أوتيل، هفضل غريب فيه باسمي. صدقوني لو حبينا كندا هتحبنا جداً. احنا فرحانين جدا بكندا علشان عرفتنا على ناس جميلة زي حضرتك. مرسي جدا على وقتك الإعلامي المتميز دائما يا أستاذ محمد الحضري. Thank you so much على وقتك، وربنا عوضك كل خير على كل المعلومات اللي انت قلتها لنا النهاردة والطاقة الإيجابية ان احنا نتحدى المراحل علشان نقدر نستقر أسرع وبطريقة أفضل في كندا. شكرا جزيلا حضرتك. انا بشكرك جدا على اللقاء الجميل وعلى حسن الاستضافه وعلى ذوقك، وبشكر طبعا الساده المشاهدين جدا، ودايما بالتوفيق للجميع. وما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان نوصل المعلومات لكل اصحابنا، والى ان نلتقي دمتم في سلام الله.